السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. اليوم غادي نقدم لكم غراتان ديال لي بات. تيجي رائع لذيذ وسهل وما فيهش بزاف ديال لي زانغغيدي. غادي نوريكم كيفاش كيجي. تيجي بحال هكا. الى عجبتكم هذه الفكره وعجبتكم الوصفه تابعوا معايا المراحل. في الاول كنحتاج 500 غرام ديال لي بات، اي بات اي نوع بغينا. كنديرها في المغليان، كنزيد عليها شويه ديال الملحه، شوية ديال الزيت نباتية. نخليها كيتسلق واحد المدة ديال 10 دقائق حتى 15 دقائق. بالنسبة للصوص كندير فيه 2 معالق كبار ديال مطيشة الحك. هاد مطيشة الحك انا عندي كونجولي تقريبا 2 معالق كبار. تنزيد شويه ديال الماء، جهد كاس ديال الماء. تنضيف معلقه كبيره عامره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء غبره اولا الفلفله حمراء الا كانت عندكم مصوبه في الدار، 2 دروس ديال الثومه مقطعين صغار، معالق كبار ديال المعدنوس مقطع رقيق، معلقة صغيرة ديال الإبزار ما كاملاش، ومعلقة صغيرة ديال الملح. ثلاثة ديال الفرماجات مثلثين، ما ننساوش نوبا نخلطو لي بات في الماء باش ما يلصقناش لتحت. وهذا لاصوص هذا ملي تنحسو به طابشي شويه وجد، الى قصحنا بزاف خصنا نزيدوه الماء. دابا هو هذاك، غادي نزيدو 100 غرام ولا 150 غرام ديال الكفته ولا غير شويه شنو ما كان عندنا، غير باش كتعطينا اللذه لاصوص. الا ما كانش عندنا الكفته نقدو نديرو غير ضامه ديال البنه، كنخلطوها معها بحال هكا. من بعد ما تنحسو بالكفته طابت كنزيدو واحد 3 د المعالق ديال زيت الزيتون من الفوق، وكنضفو عليها البوط. وهاد لاصوص كيكون راه صافي وجذاب. من بعد ما لي بات تسلقو تنصفيوهم مزيان وكنديروهم في المول اللي غادي يدخل الفرن بحال هكا. كندير عليهم واحد 3 د المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وكنحاول نحلهم. هاد زيت الزيتون هذا ما كيخليش هاد لي بات يبقاو معجنين وملاصقين، وصحي في نفس الوقت. من بعد كناخذ لاصوص اللي وجدت وتنديرو على لي بات. وتنخلط مزيان كلشي. وكنحتاج
نحتاج البيشاميل. هذا البيشاميل هذا انا محضره في حلقه خاصه به، الرابط غادي يظهر في اسفل الشاشه. و غير هذاك البيشاميل اللي محضره انا كندير غير نصف الكميه ديالو، يعني غير 250 مللتر ديال الحليب ماشي 500 مللتر، وكنزيد عليه هذا البيشاميل هذا، كنزيد عليه شويه ديال الكوزه محكوك. كنخلطو مزيان، وكنخويه على كلشي. كندير شويه ديال الفرماج حمر محكوك من الفوق، واحد القدر ديال 50 غرام كافيه. اللي تيبغي المذاق ديال الزعتر يمكن له يزيد شويه من الفوق، غير شويه. وكندخلوا هاد الكغاتان هذا الفران واحد المده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، مجرد انه كيتشمع غير شي شويه، هاد لي بات كيتشمعوا كيذوب الفرماج على الوجه وكنخرجوه. من بعد ما تيذوب الفرماج عليه تنخرجوه من الفران وتنقدموه في غطيرات فرديا تيجي بحال هذا الشكل. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح حلو اليوتيوب وفي لاباج فيسبوك ملح حلو، وبصحه وراحه.